طايحين فيه بزاف حوايج ملوث، ما كاين ما تشوف. حنا راه تحقرنا في هذه البلاد بزاف، تحقروا لنا ولادنا، تحقرنا حنا. مات هذه البلاد، ما كاين فيها لا اصلاحات، ما زايداش القدام. غير اللي جا كيترشح كيمشي يبني عمارات، يبني فيلات خارج هذه المدينه، ونخلي ولاد هذه المدينه راه ضايعين. الشباب راه ما خدامينش. هذه المدينه فيها حاجه وحده، فيها الفوسفات. الفوسفات راه كيخدموا الناس اللي قاريين واللي باغين، اما ولاد الشباب راه ضايعين، ما دايرين لهم لا ترونسبورات باش يدي بلاصه. بحال مراكش هاد فين مشى دبر على ريوت المراه، ما كاينش. انا يا دلال ما عندي حتى شي حد باش غنهضر عليك، كنهضر على وليدات كاملين مجموعين. سير تشوف طرقات مدينه اليوسفيه، المشاريع كلهم مشاو لبنكريب. حنا مش حسدنا بنكريب، حنا بغينا نكونوا بحال ديك المدينه، تكون حتى هي نقيه، يكونوا الشوارد، سير تشوف تيشاوى، كلشي المدن زايده القدام. ومدينه اليوسفيه توخرت علاش؟ حنا راه عندنا الفوسفات ديالنا. سيدي حنا بغينا هذاك الميزانيه اللي كاينه هنا والفوسفات يصلحوا بها هاد البلاد، يقادوا بها هاد البلاد. هاد البلاد راه ما بقى حتى واحد ما بقى يقدر يجلس فيها، كلشي بغى يهرب، كلشي بغى يزيد، كلشي بغى ينتقل. واش هاد الناس حنا بغينا نزيدوا قدام ولا نتوخروا الله؟ حنا راه كنهضروا على حقنا. واش هاد الناس اللي جا كينتخبوا عليه كيمشي حتى كيبقى عام الترشيح ديالو، وكيجي حتى كيبقى عام عاد كيجي كيقول لك هو عاد كيبدا يصلحوا، يقادوا شي تطويرات، يقادوا شي حاجه باش نعاودوا نتخبوا عليهم. هاد الشيء راه ماشي معقول، هاد الشيء خصو يدخل فيه جلاله الملك محمد السادس ويشوفوا هاد المدينه الشريفه، هاد المدينه بلاد الشرفه وبلاد الفوسفات. راه كتخرج ثوره، هادي راه ثورات بزاف الفلوس كتخرج على المدينه، راه ماشي غير يا دلي. ما عندنا لا سياحه، ما عندنا لا حتى حاجه، ولكن عندنا ثوره. راه هاد البلاد هادي راه تحكرات، هاد البلاد شحال المده ما كتشربوا هاد الماء هذا بحال اخويا؟ راه جايه دابا اربع شهور ولا خمسه، انا ولادي راه مرضوا ليا. واش حنا غنبقاو حنا نهضروا على الماء؟ رانا جينا نهضروا، رانا نهضروا على بزاف الحوايج ماشي غير الماء. هاد الناس هادو راه ما بغاوش يفيقوا. واش هاد البلاد ديما اللي ديما راجعه اللور، ديما راجعه اللور؟ حنا بغينا نزيدوا القدام، بغينا حنا نمشيو، بغينا لا ما دايرين لنا والو، لا طوبيسات. واش شيشاوا؟ شيشاوا راه بعيده على مراكش، وداروا لها الطوبيس بنكرير، داروا لها الطوبيس. واليوسفيه مالها؟ الناس ما ديبلاصاش، بحال كاين الناس ما لقاوش باش يكرو لولادهم في مدينه مراكش. انا كنعرف الناس ما لقاوش باش يكرو، بغيت يصيفطوهم يقراو وما لقاوش. علاش ما يديروش الطوبيسات؟ هاد الناس يمشيو يقراو ويجيو، يمشيو الوليدات يقراو ويجيو. كاين اللي ما عندوش باش يكري، هاد الناس راه الحاله عندهم مزريه، راه لو سيبي والتعليم والامن هو اللي كانوا خلي بيعوا وشراه. اما الناس اخرين راه الناس الشباب عندنا بزاف مدمر، الشباب تدمر هنا في اليوسفيه، ما مقابلين غير مخدرات. علاش؟ حنجي ما كاينش فاش يشتغلوا والو، لا طرقات لا حتى شي حاجه. مدينه اليوسفيه كانت مدينه اليوسفيه ملي كانوا النصارى ديك الساعه خدامين مع لو سيبي، اما دابا مدينه اليوسفيه صافي، ما بقاش لها التاريخ، التاريخ ديالها مشى.